السلام عليكم البنات، دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جمعه مباركه ان شاء الله. الجامع اللي حدانا عباد الله، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الصالحين اينما كانوا بالاستخلاف في الارض والتوحيد. ها كنصور من الشجم ديال الدار، هذا الجامع ديالنا، ديالنا زعما ديالنا، ديال السيكتور ديال الحي، صلاة الجمعة. عرفتي ان الحرارة كثيرة في هاد الوقت، راه كاينة تقريبا 39، وقلت نتمنى لكم جمعة مباركة بهاد الطريقة. نورمالمون هاد البلاصه هادي كاملها كتعمر، ولكن الناس ما قادرينش على هاد الشمس، داكشي علاش مخبين تحت الشجرات ومدخلين داخلين في الجامع. الجامع راه كبير، هانتي هنا الناس اللي كيصليو في هاد البلايص هادي، واش كتبان لكم مخبين ليها على قبل الحراره. هادشي اللي كاين، قلت نتمنى لكم جمعه مباركه بهاد الطريقه من قلب الجمعة عنيد. الله يدخل عليكم الصحة والسلامة، هادشي كنتمنى. السلام عليك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر من قتلته أمر عبادك عبدك الخاضع لجلالك أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين في ساعة الخطبة ديال الجمعة غادي يصليو. صافي، المهم هنايا سالاو الصلاة وخرجوا الناس، هادشي اللي كاين. كنتمنى لكم جمعة مباركة، وبالمناسبه ما تنساوش تكثروا من الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، اليوم الجمعه كنكثروا منها. وهذا الشيء اللي كاين، الى فيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم.